حديث القاهرة الليلة مع إبراهيم عيسى. مستجدات التصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان وفرص التوصل إلى اتفاق وقف الحرب. حوار مع العميد الركن جورج نادر. هل يمكن التوافق بين الأمن القومي والالتزامات الدولية في قانون لجوء الأجانب الجديد؟ حوار مع المحامي أشرف ميلاد روكسي المحاضر في مجال اللاجئين. لماذا تجددت المطالب البرلمانية بتعديل قانون التصالح على مخالفات البناء؟ حوار مع المهندس إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب. السلام عليكم، أهلا بكم في حلقة جديدة حديث القاهرة. بينما كان العالم العربي تقريبا كله في انتظار قدوم المندوب مبعوث الرئاسي الأمريكي غوشتاين إلى بيروت غدا الثلاثاء، وربما تكون دي علامة من علامات الانفراج الإيجابي لوقف إطلاق نار واتفاق على تنفيذ قرار 1701 وهدأت يعني درجة النار المشتعلة في الحدود اللبنانية وعلى أحياء ومدن أحياء بيروت ومدن لبنان نفسها. إذا بهذه الزيارة تؤجل، البعض يتحدث عن في القريب العاجل، البعض يقول عاجلا، لكن التأجيل كان له وقع يعني شديد الدلالة على كل المتابعين لتطورات الأحداث في لبنان، وفضلا على الصراع الدائر منذ أكثر من عام فيما يخص إسرائيل في غزة، إسرائيل في لبنان. خلينا نروح إلى خبيرنا العسكري الكبير العميد الركن جورجي نادر من بيروت. أهلا بك سيادة العميد، منورنا. مساء الخير سيد نور فندم. كيف تفسر هذا التأجيل، وهل له دلالة على أن الاتفاق لم يدخل بعد مرحلة الطبخة الأخيرة، أو ربما تعنت ما في بعض البنود والفقرات التي أو المطالب التي نص عليها هذا الاتفاق أو الورقة الأمريكية المقدمة للحكومة اللبنانية؟ يا سيدي، بالبداية قلنا أنه ما في وقف إطلاق نار، وكل ما يشاع عن وقف إطلاق النار وعن هدنة هو كلام لرفع العتب أو بالأحرى لكسب الوقت أكثر. يعني إسرائيل، أول شيء خليني بلش بالجانب الإسرائيلي، الجانب الإسرائيلي ما بده وقف إطلاق نار، لأنه الجانب الإسرائيلي يحقق نجاحات على الأرض ويريد أن يستثمر هذه النجاحات ويستكمل الهجوم في جنوب لبنان وتدمير القرى كما يفعل، وبالوقت ذاته يتابع القصف الممنهج التدميري على مقرات وشبهات في مقرات لحزب الله، كان مسؤولين عسكريين، وامبارح محمد عفيف مسؤول إعلامي، يعني أول مرة بصير في استهداف لمسؤول إعلامي مش منه بالميدان. أيوة. يعني منه هدف عسكري، هدف سياسي. طيب مبدئياً سيادة العميد، حاجة بتقول لي لن يحدث وقف إطلاق النار رقم واحد، لأن إسرائيل لا تريد، ولأنها تريد أن تستمر في نجاحتها على الأرض. حزب الله لا يقول ذلك، يعني يقول أن إسرائيل تفشل في احتلال جنوب لبنان، أنه قواته ومقاتليه صامدين على الجبهة، مؤيدي محور الممانعة يتحدثون عن أنه فشل إسرائيلي، وربما يعني بصدد إعلان عن نصر إلهي إذا يعني تم اتفاق وقف إطلاق النار. كيف تفسر هذه القراءة العكسية تماما من قبل الأصوات اللي محسوبة على حزب الله أو المساندة لمحور الممانعة؟ يعني ضحكتني سيد إبراهيم لما قلت النصر الإلهي. أول شيء نحن في فرق بين المكابرة والإنكار. المكابرة هو عزة، يعني تأتي من عزة النفس وعدم الاعتراف بالوجع وبالألم الحقيقي، إنما الإنكار هو إنكار لواقع يحدث يوميا. حزب الله وحلفائه يعيشون حالة الإنكار، إنكار أن إسرائيل احتلت شريطا من القرى جنوب لبنان، وهي تحتل حاليا وفي طور احتلال الشريط الآخر المحاذي للحدود، يعني المحاذي للصف الأول.
إسرائيل تدمر هذه القرى. يعني أنا بدي أفهم حزب الله بيقول لم يدخلوا شبرا واحدة من أرض لبنان، بعد شوية بيعمل بيان بيقول استهدفنا قافلة إسرائيلية قرب لقيام. لقيام طبعاً 12 كيلومتر على الحدود يعني بالداخل اللبناني. كيف استهدفت أنت تجمع للعدو الإسرائيلي قرب مدينة لخيام؟ وكيف بتقول أنه ما دخلوا؟ يعني هذا الإنكار. بس هو بيقول أنه ما دخلش الخيام، يعني ممكن يقول دخل الجنوب ورجع تاني انسحب من شدة النيران والقصف الناري واستبسال المقاومة، فما عرفش يخش الخيام ولم يحتل الخيام حتى الآن. يا سيدي، إسرائيل أدخلت اليوم أكثر من 200 قطعة مدفعية مؤللة. يعني في فرق بين المدفعية الثابتة والمدفعية المتحركة ذاتية الحركة. لما تدخل المدفعية، بالعلم العسكري سيد إبراهيم، المدفعية تكون في ثلثي المسافة عن الحد الأمامي للقتال. يعني خليني أفسر أكثر لأنه كلام عسكري. أرجوك. إذا اليوم الحدود، إذا الحدود اللبنانية الإسرائيلية لازم إذا مرمى المدفعية أو مدى الرمي للمدفعية 30 كيلومتر، مفروض تكون المدفعية مركزة داخل الحدود، داخل الأرض الإسرائيلية أقل 10 كيلومتر أو 20 كيلومتر. مفروض تكون اليوم هالمدفعية صارت داخل الأرض اللبنانية. كيف أنا بركز مدفعيتي داخل الأرض اللبنانية وكيف أنا مش محتل؟ يعني اليوم مستحيل أنك تركز مدفعية في أرض مش لألك. مستحيل. الأرض بس تحتل الأرض، تتقدم القوات البرية، قوات المناورة كما تسمى، المشاة والمدرعات، تحتل الأرض وتتبعها المدفعية. المدفعية تكون في المؤخرة. لما دخلت المدفعية الأراضي اللبنانية وتمركزت هناك، إذن في المقدمة هي قوات المناورة، المشاة والدبابات. ونحن لا زلنا ننكر أن إسرائيل لم تدخل شبرا واحدة من أرض الجنوب. يا أخي أنا بتمنى ما تدخل ولا شبر، بس هذا الواقع. إنكار الواقع مثل إنكار هزيمة 67 سميناها النكسة. كل مرة نحن الهزيمة من حولها لانتصار، يعني ما بعرف كيف أمتين من انتصر وأمتين من هزم. يعني اليوم إذا أنا بدي أقول أنا القوات، قوات حزب الله أو مقاتلو حزب الله لا يزالون يقاتلون بالرياض، صحيح. إنما المخازن التي تعثر عليها إسرائيل هي في العتاد العسكري غير المستخدم، غير المستخدم، يعني لم يستخدمه المقاتلون، يعني لم يستطيعوا استخدامه. يعني اليوم عم نشوف نحن ذخيرة موضبة بالصناديق، عتاد عسكري من الخوذة والدرع الواقي لا زالت موضبة وغير مستعملة. إذا تركها عناصرها وغادروا. ما بدي أقول هرب، ما بدي أقول غادروا. يعني دائما والشيء الملفت اليوم أنه الإسرائيلي ما عندهم، أو بالأحرى ما عم بيخلوا مراسلين حربيين ميدانيين ينقلوا صورة الميدان الواقع الأساسي. بعض الفيديوهات التي بتمرق من قبل القنوات الإسرائيلية أو من قبل الجيش الإسرائيلي اللي يبنى عليها، إنما اليوم الواقع المؤسف. بس ده سيادة العبيد ده يقول أنه إسرائيل لما ما بتعملش وفود إعلامية تراجع أو تزيع أو تعلن أو تصور، ده معناه أنها تخفي الحقيقة عن جمهورها الإسرائيلي. ونفس الشأن الاتهام بيتقال أيضا على حزب الله أنه لا يسمح بإعلاميين، لا يقدم أي نوع من أنواع التغطية الإعلامية، ومن ثم الطرفين بيخبوا ما يحدث أو يخفوا ما يحدث على الأرض، نتيجة أن الطرفين ما وصلوش إلى مرحلة من مراحل التفوق على الأرض بما يسمح لهم بالإعلان والتصوير والتفاخر. يا سيدي، بارح حليفي رئيس أركان إسرائيل كان بكفركلة، الضيعة الحدودية المدمرة، ونعيم قاسم بإيران. يعني كيف بدي أقول الكلمة للميدان؟ أمين عام حزب الله ليس في لبنان، ورئيس أركان الجيش، جيش العدو، موجود في لبنان واجتمع بقوات المتقدمة في قرية كفركلة. لماذا هذا الإنكار؟ خبروا الحقيقة للناس، قولوا للعالم. بس بيقول الكلمة للميدان ده بري، مش
مش حد غريب يعني، ده رئيس مجلس النواب اللبناني، ده هو امين عام الحزب، نعيم القاسم امين عام حزب الله، هو اللي بيقول الكلمه للميدان باعتبار وكان الميدان قادر على فرض اراده حزب الله على الطرف الاسرائيلي. الطرف اليوم يا سيد ابراهيم الذي يطلب وقف اطلاق النار هو الطرف الخاسر. الرابح لا يطلب وقف اطلاق النار لانه رابح. نحن اليوم اسرائيل لم تطلب يوما وقف النار، انما الذي يطلبه هي حركه حماس في فلسطين وحزب الله في لبنان. دائما نحن ما عندنا مطلب الا وقف اطلاق النار، فاذا انه انا خسران عم بطلب وقف اطلاق النار. بعدين لما بيجي رئيس حركه امل الاستاذ نبيه بري رئيس مجلس النواب، هو بالضبط هو حليف حزب الله، وهو الناطق اليوم مكلف بالتفاوض باسم حزب الله، عنه واحد مع حزب الله التفاوض مع موسى أوكشتاين المبعوث الامريكي، يعني هو الوسيط بين الاثنين. طبعا بده يقول انه هذا حليفه ما بيقدر يحكي غير هيك، بينما هالكلام ليس له مصداقيه. شو الكلام للميدان؟ اذا الكلام للميدان بقابل صورتين، صوره رئيس اركان العدو، مش عم بحكي عن قائد فرقه، رئيس اركانه في لبنان يعقد اجتماع مع ضباطه وجنوده في قريه فركلة، والقائد العام للقوات لحزب الله هو خارج لبنان. يعني هذا مضحك مبكي وانكار يعني ممكن يتقال ان دي صوره للترويج وللتقديم الانتصار مزيف وانه لرفع الروح المعنويه للشعب الاسرائيلي، انما دي ليست الحقيقه ودي صوره مختطفه. عشان كده عايز اسال عن الواقع على الارض بالفعل، مدن قرى جنوب لبنان، موقع الاسرائيلي في هذه المنطقه، فضلا على قدرات حزب الله في صد الضربات والهجمات في جنوب لبنان. احنا لسه ما اتكلمناش في بيروت ولا اتكلمنا في عمليات الاغتيال، لانه احنا لسه في الجنوب، لنقرا الجنوب عسكريا. يا سيدي اليوم لما بدي افترض انا الكلام البروباغندا تبع حزب الله انه صوره حليفي بكفركلة مركبه، طيب هل القرى الحدوديه ليست مدمره كليا؟ الانفاق التي عثرت عليها اسرائيل الم تدمرها اسرائيل؟ فيني انكر هذا واقع؟ طيب انا بدي اعطي مثل عسكري. لما اليوم في قريه حدوديه او ما بعد الحدود بعده كيلومترات تدمر كليا بواسطة وسائل الهندسة مش بواسطة الطيران، كيف تدمر؟ اليوم إذا بدي أنا بدي دمر قرية، بدي فخس البيوت المنازل، بدي أربط التفخيخ ببعضه وفجره فرد مرة، مثل الفيديوهات اللي عم نشوفها بعيدرون وبغيرها، كمشهد محزن ومؤلم. طبعا مؤلم، بس أنا عم فسر عسكريا مش من ناحية الإنسانية والوطنية. طبعاً. أنا عم فسر عسكريا. اليوم أنا لما بدي دمر قرية مثل هذه بدي وسائل هندسية، الوسائل الهندسية بدها وقت لحطها وركزها وشرها ببعضها، وبدي يكون أنا بمطرح آمن تقدر فخسها. أنا مش رايح حط أبوي ناسفي على طريق يعني تقدم دفوق. مش في موقف يسمح أن أنا أكون في فخ أو يتم اصطيادي أو يعني تحويلي إلى وجودي بكمين، يعني فمحتاج وقت وإتاحة وراحة أقله يا سيد إبراهيم، أقله يومين بده تحضير. أقله يومين، وهاليومين بده يكون مرتاح ميدانيا. يعني أنا عم تنقل زخائر وعم تنقل متفجرات وتصل هذه المتفجرات ببعضها وبجهاز التفجير، هيدي بدها أول شيء بدها وقت وبدها أمان، يعني شعور بالأمان بمنطقة آمنة تقدر أعملها. طيب لما بفجر الهودي شو بدل؟ هيدي فيني أنكر هيك حقيقة أنا؟ للأسف عم تقول حضرتك مؤسف، طبعا مؤسف ومحزن، ما هودي اهلنا بالاخر طبعا، هودي اهلنا وقرانا وبلدنا وارضنا، بس انكار هذا الواقع بيوصلنا لغير مطرح. ما انا عايز اعرف من اين تاتي قوه الانكار؟ يعني ما في الاخر الحقيقه هتبقى على الارض، يوم وقف اطلاق النار ان اوقف المشهد هيبقى امام الملايين، يعني من اي يعني مرتكز او الى اي مرتكز يرتكز فكره الانكار انه اسرائيل بتدمر في جنوب لبنان؟ اسرائيل تقريبا احتلت قرى كبيره في جنوب لبنان، اسرائيل بتقول انها بتعمل المرحله الثانيه في التوغل في جنوب لبنان. من اين ياتي يعني او من اين تاتي مصادر
هذه القوة الشديدة في الإنكار للحقيقة؟ يا سيدي هيدي ثقافة يا سيد إبراهيم. اليوم لما بيطلع الله يرحمه سيد حسن نصر الله بيقول إحنا كل المصانع بالشمال الإسرائيلي وكل المنشآت الصناعية العسكرية فينا ندمرها بساعة وبنص ساعة. طب لما دمرتوها؟ لما بيقول المرشد الأعلى وقائد الحرس الثوري نحن نستطيع تدمير إسرائيل بسبع دقائق ونصف. يا أخي خذ سبع سنين ونص ودمر لإسرائيل أنا ممنونك. يعني هذا العنشهية الإنكار بيجي من وراء الإحساس بالتفوق أو الإحساس بالنصر أو إذا حتى يعني بدي أقول ازدراء الآخرين وازدراء الرأي الآخر. لأنه حزب الله اليوم ما ننسى نحن إلا 30 سنة إحنا عايشين بجمهورية حزب الله. حزب الله الذي يقرر، حزب الله الذي يقول متى يفتح مجلس النواب ومتى ينتخب رئيس ومتى تشكل حكومات. حزب الله متهم بتخزين الأسلحة في مرفأ بيروت وقصفته إسرائيل وينكر أن إسرائيل قصفته ويهدد القضاء إذا تابع التحقيق به. تغتال الشخصيات السياسية والعسكرية والدينية والثقافية ولا يجرؤ أحد على التحقيق بذلك. هذه القوة الفائدة عنده وهالعنشهية بتخليه ينكر أنه هو عم يخسر بالجنوب. من هون بتجي سؤال لحضرتك، الجواب لحضرتك على سؤال من أين يأتي هذا الإنكار؟ يأتي من الإحساس بالتفوق ومن القوة التي سيطر عليها على لبنان فيها خلال عقود من الزمن للأسف. ده يقودني إلى بقى الضرب المتتالي والمتواصل والغارات التي لا تنتهي على الضاحية الجنوبية من قبل الجيش الإسرائيلي. بدأ وكأنه ما فيش بنك أهداف، يعني ما المقصود من هذا الضرب المتتالي لمباني خلت من سكانها؟ يا سيدي أول شيء الضاحية الجنوبية تمثل المركز القيادي السياسي والإداري والإعلامي والمالي واللوجستي لحزب الله. يعني هذا الرأس، رأس حزب الله يكون في الضاحية، وضرب الضاحية هو ضرب الرأس. طبعا لم يعني قد يكون انتهى بنك الأهداف الأساسي أو المهم بالنسبة لإسرائيل، إنما أنا بدي أرجع مع حضرتك 80 سنة لورا لما أمريكا قصفت هيروشيما وناكازاكي. هيروشيما وناكازاكي ليست أهداف عسكرية وليست مقرات للجيش الياباني، إنما حجم الكارثة في اليابان دفعت اليابانية الاستسلام. إسرائيل قد تستخدم هذه القوة لإلزام أو لإجبار حزب الله وحلفائه على القبول بتسوية كما تطرحها هي. يعني تدخل في هذا الإطار أنه أنا ليش بدي دمر مبنى خالي. طبعا الضاحية الجنوبية خلت من السكان تقريبا أكثر من 80% من السكان، ولا تزال تدمر إسرائيل المباني في الضاحية الجنوبية وفي غير الضاحية الجنوبية. بس لأنه حضرتك سألت عن الضاحية واليوم ضربت بيروت ومبارس ببيروت. صحيح. يعني قادرة إسرائيل عند القدرة تقتل القيادات أينما كانوا، أينما كانوا على الأراضي اللبنانية والسورية حتى وفي الوقت الذي تريد فيه، وتستطيع أن عندها داتا معلومات. والقدرة على الاختراق تدعو للدهشة. يعني أنه يبقى معروف أنه محمد عفيف موجود في مقر حزب البعث وأنه ضرب في المنزل أو الطابق اللي هو فيه في الاجتماع، ده يعني قدرة على الاختراق يعني تثير الدهشة وعلى استمرار حالة الاختراق. يعني ما بعد واقعة البيجرز تصور أي مراقب يعني أنه حزب الله هيبقى أكثر احتياطا وأكثر يعني تدبرا وقدرة على الإخفاء، وإذا باغتيال حسن نصر الله فؤاد شكر قبل وغيره وغيره وغيره، وكأنه لا نهاية للاختراق. أول شيء أنا يعني من بداية الحرب سئلت من بعض وسائل الإعلام أنه كيف تستطيع إسرائيل اغتيال هؤلاء القادة قبل اغتيال فؤاد شكر والبيجر وسيد حسن نصر الله. قلت لهم في شبكة عملاء معقدة، شبكة عملاء معقدة مع التكنولوجيا المتطورة. إلى أن يضبط يعني سيادة العميد الصوت، إحنا بنتكلم على قصة اختراق مستمرة ودائمة لحزب الله، وكأنه يعني أنت لما بتكتشف أنه حد بيراقبك فتبدأ تتحسب من الرقابة، فكاميرات بتصور فتروح أماكن
ممكن الكاميرات لا تطولها، مش عارف أجهزة التسجيل الموبايلات الغير، لكن الحقيقة زي ما بيقول وعدنا إلى سيادة العميد مرة أخرى، هنتكلم عن شبكة عملاء معقدة للغاية وتطور تكنولوجي كبير. يا سيدي اليوم صحيح التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي استطاعت إسرائيل تجميع المعلومات من كل المقاتلين والمسؤولين في حزب الله، بالأخص في أثناء الحرب السورية والعراق وكل الأماكن التي تدخل فيها حزب الله منفردا بالطبع، استطاعت تجميع هذه المعلومات وبالأخص في داخل بيئة حزب الله. يعني أنا خليني أعطي مثل واحد، مثل كثير مهم. السيد حسن نصر الله كان تحت الأرض بعمق 30 متر بالأنفاق تحت الأرض، لأنه كل شبكة أنفاق تحت الأرض بالضاحية الجنوبية وتصل إلى السفارة الإيرانية، كل أنفاق تحت الأرض. طيب اليوم إذا أنا تنقول عندهم بصمة الصوت وبصمة الأعين للسيد حسن نصر الله، طيران الحربي استطاع معرفة يعني معرفة إذا كان فوق الأرض. طيب إذا كان 30 متر تحت الأرض، كيف تستطيع جهاز الاستشعار معرفة مكان السيد حسن نصر الله لو لم يكن هناك في الدائرة الضيقة عند السيد حسن نصر الله من يوصل هذه المعلومات؟ وقد قال قبل أن وفاته السيد قال سيد حسن نصر الله قبل ما يستشهد بيقول آخر خطاب له إذا حضرتك تتذكروا، قال نحن سنتخذ القرار في الدائرة الضيقة جدا، مما معناه أن الدائرة الأوسع هي عرضة للخرق أو مخروقة بالأحرى. يعني هم يعترفوا بالخرق، بس المكابرة دائما لا، ما تقول في عملاء، ما عندنا عملاء، هذا الذكاء الاصطناعي، هؤلاء الأمريكان عم يتعمهون. يعني دائما هي حالة الإنكار الموجودة هي عم توصلنا للهزائم أكثر من الهزيمة الحالية الميدانية اللي عم نشوفها كل يوم للأسف. صحيح. أرجع تاني لنقطة وقف إطلاق النار، وحضرتك بدأتها بأنه ليس لإسرائيل مصلحة في وقف إطلاق النار. إذن كيف تقرأ سيناريو نهاية هذه الحرب أو نهاية هذه المرحلة من الحرب؟ يعني أنا بعتبر أنه أو مفترض أنه إسرائيل مفروض تكون عم تستفيد من ضعف الضغط الأمريكي عليها في الوقت الحالي، لأنه اليوم إدارة بايدن هي الإدارة سترحل بعد شهرين، وإدارة ترامب إدارة ترامب بالطبع هي يعني إذا بدك مؤيدة لإسرائيل أكثر من إدارة بايدن، لذلك هو يستطيع أو يستفيد بالأحرى من هذا الضعف في الضغط الدبلوماسي الأمريكي لمتابعة الحرب والقضاء على حزب الله. كما يعني هني قالوا، ما قالوا القضاء على حزب الله كهدف استراتيجي، قالوا بدنا نرجع سكان الشمال للشمال. بس على كل النهارده نتنياهو في الكنيست بيتكلم على انه دورنا وقف حزب الله عن استعاده قواه مره اخرى ومنعه من اعاده تسليح قدراته او تعظيم قدراته مره اخرى، بما يعني انه كانه اسقط هذه القدرات او اضعفها. لكن الاستراتيجيه بتاعته هو بيحكي النهارده في الكنيست انه لا يستعيد حزب الله سلاحه مره اخرى. طبعا اسرائيل استطاعت تدمير جزء كبير من الترسانه الصاروخيه لحزب الله، وقتلت كما نعرف معظم القياديين رغم الصواريخ التي تنطلق يوميا من لبنان الى اسرائيل. اسمح لي فرق بس سيد ابراهيم بين الصواريخ التي تطلق يوميا والصواريخ البالستيه. الصواريخ البالستيه هي التي تخيف اسرائيل، او بالاحرى تحسب لحساب اسرائيل، وهي تستطيع ايقاع الضرر في اسرائيل، لان الصواريخ البالستيه بعيده المدى ويمكن لحزب الله ان يطلقها من اي مكان في لبنان، يعني حيث يتواجد، لأنه بعيدة المدى. إنما الصواريخ التي تطلق يوميا اليوم هي صواريخ 107 122 كاتيوشا التي تطلق على المستوطنات الشمالية، هذه منها التأثير الأساسي بمجرى الحرب. لكن اليوم بنشوف صواريخ متوحيفة فندم وبتسقط في أراضي، ويعني مش مجرد كريات شمونة أو المستوطنات في الشمال. يا سيدي ايه مستوطنات الشمال كم راح اتيل منهم من سنه وشهرين لهلا؟ كم اتيل راح اسرائيلي؟ راح 127 127 اغلبيتهم عسكريين. طيب انا راح بالجانب اللبناني 4000،
بينات 2500 مقاتل و15 ألف جريح و42 ألف وحدة سكنية مدمرة نهائيا و50 ألف وحدة سكنية مدمرة جزئيا و170 ألف وحدة سكنية متضررة، وعندي مليون ونص لاجئ. يعني شو بدي خبرك، يعني اللجوء بلبنان، اللجوء إخواننا من البقاع والضاحية الجنوبية والجنوب شغلة حقيقة مبكية. وهون اسمح لي أشير لشغلة، البيئة حزب الله بدأت تنتفض على حزب الله، بدأ يعني عم نسمع أصوات في هذه البيئة أنه شو عملتوا فينا، لوين أخذتونا، دمرتونا، رحت بيوتنا، رحت أرزاقنا، مين بده يعوض علينا، راحوا شبابنا. يعني البيئة اليوم متأرجحة، ومع تقدم الوقت والتراكم الخسائر ستزيد هذه النقمة، وهذا شيء طبيعي عند الناس، طيب مثل ما زادت النقمة بفلسطين بغزة. طبعا شيء إنساني جدا، لكن هو السؤال مرة أخرى، كيف يمكن أن تنتهي هذه الحرب؟ هل تعتقد أنه حزب الله يمكن أن يعلن أنه يعني إذعان لبقية طوائف الشعب اللبناني، للدولة اللبنانية، يقدر يقول أنه أنا هنسحب من الجنوب، أنا هسلم سلاحي للدولة اللبنانية وللجيش اللبناني؟ هذا أمر يبدو وكأنه يعني يتحدث عن صعود إلى القمر. إذا قال حزب الله أنا سأنسحب إلى شمال الليطاني، فقد مبرر وجوده بين مزدوجين مقاومة مسلحة. صحيح. يعني إذا سمحت أنت للشمال الليطاني، فإذا أنت ما بقى فيك تقاوم، ما بقى فيك تقاتل، ولذلك أنت فقدت مبرر هذا الوجود. يعني أنت ما بقى فيك تقول لي أنه أنت مقاومة، لأنه أنت صرت برات المنطقة اللي بتقدر تقاتل فيها إسرائيل. لذلك حزب الله اليوم بين خيارين أحلاهما مر. الخيار الأول وهو اللي لازم يكون، أنه يقول أنا أسلم للجيش اللبناني وللدولة اللبنانية، وهذا لا يعد انكسارا. أنت إذا سلمت جيشك مش انكسار لجيشك ولا انكسار لدولتك، دولتك أكبر منك. أو الاستمرار في القتال ساعتها بيدمر حاله، بيدمر ما تبقى من لبنان معه للأسف. أشكرك جدا سيادة عميد الركن جورجي نادر، أشكرك للغاية، أشكركم. إلى فاصل.